السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في قناتي وصفات ام ادم ويوسف. اليوم جيت نحضر معكم هذا الحلوه الرخامه ديال الكاوكاو بليدون فرن، كتجي زوينه بزاف وكتجي سهله في التحضير. كنتمنى تعجبكم، جربوها ونخليكم مع الطريقه والمقادير. نبدا بسم الله. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو حمرته، درته في الفران في الخلاطه ديالي، دخلته للفران على تحمر ولا على تشكيل ذهب. عندي هنايا العسل، عسل منزلي، وكل واحد على حسب المتوفر عنده. عندي هنا علبه ديال الكاطو البسكوي، كل واحد على حسب اللي متوفر. غادي نفرك هاد الكاوكاو هكا، نفركم هاد القشرة ديالو ونفضو من هاد الشي ونرجع معاكم ان شاء الله. ماما ها الكاوكاو ديالي بعد ما نقيتو هو كيكملنا. غادي ندخل نديرو في الطحانة، ندوزو في الطحانة هنايا، بقا غير مطحون مطحون مزيان، ما باقي مزيان بزاف، هكا كيجي غير مهرمش حيت لو بقى محلول بزاف غادي يبقى يتهرس لنا فاش نقطعو الحلوة ديالنا. غنديرو في الطحانة، اللي عنده الهاشوار يدير فيها، اللي عنده هاديك الطحان فيها مزيان. هاكا الكاو ديالي بعد ما طحنتو هاكا هرمشتو هاهو كيجي. وهذا الشكلاط عفوا ما حطيتوش معاكم من الأول، وهذا الشكلاط غادي ندوق اللي غادي نزين بيه. وغادي نطحن دابا هاد البسكوي. هاهو البسكويت ديالي كيبقاو فيه ديك الطريفات الصغيرة، ماشي مشكل دابا يدوبو. دابا غادي نبدا نخلط بالعسل حتى انا نحصل على الخليط ديالي ميكونش جاري بزاف، ميكونش قاصح بزاف، خصني باش نخلطها نضيف العسل غير شويه بشويه حتى تجمع ليا الكاوكاو ديالي. ها هو الشكل ديال دخلت لي داك الزليفه ديال العسل كامله في هاد نص كيلو، ومشي 4 المعالق هكاك، ها هي كتولي هكا. ها هي من بعد ما سرحتها هكايا في البلاستيك ديالي، ندير عليها بلاستيكه وحده اخرى، ما كتلصق ما والو، واش عارفيها هي هذيك، ها فكر ديريها بيدك ما كتلصقش، خاصها ما تكونش فيها العسل زايد بزاف، تخليها مقادة. نقادها بهاد الماك ديالي باش تجيني متبقاش من هي درتها في البلاطو ديالي، غي سحتها بميكا هكايا ولا في لاطا ديال الفران ولا اللي كان. غندوز دابا ندوب في الشكلاط ديالي باش نديرو عليها. بعد ما ندوب في الشكلاط ديالي غادي نوزعو على هاد إذا كان البرد هكا تبقى غير على برا، إذا كان الصهد دخل الثلاجة شي شوية لما يجمد لها هاد الشكلاط هذا. بعد ما سرحت عليه هذاك الشكلاط ديالي كامل ندخل هاد الثلاجة تبرد شوية حيت دابا الصهد، ونرجع ندير باش نصوب الجهة الأخرى. هاهي من بعد ما بردت ليا هاد ديالي غادي نقلبها على هذا هكايا،
اللي درتها هكا في هذا. انا غادي ندير هاد الشكلاط هو غادي تعاود ثاني شكلاط واحد اخر هنايا، وراني دايره شويه الشكلاط بيض كي يذوب حنا مريم، ولا ديروه غير فوق البوطه في الكاسرونه بقى غير دغيا دغيا تخلطوه يكون العافيه مهيله بزاف ما كي خبلها هاد الاحسن هاد الوجه ديالها يكون الشكلاط ديالها غليت شويه على هادي اللي غادي نزوقوها. غادي نقلب هاد الشكلاط ديالي مزيان، بعد ما قاديتها كامله ندير لها داك الشكلاط تقاد داك الشكلاط ديالي. غادي ندير الشكلاط البيض في هادي، نبقى نديرها غير خطط عشوائية هكايا. الشكلاط غير في هاد البلاستيكة ديالي، غنجيب كيرطة وغادي ندير خطيطات هكا. هيا من بعد ما شغلت الخامة ديالي غادي نخليها تبرد شي شوية وعاد غادي نقطعها. هيا من بعد ما خرجتها من الثلاجة غادي نحيد لها هاد الجناب ديالها. هكايا مرصويات على القياس اللي بغيت، الواحد يقطع ملي ما كتكونش بارده مزيان كتقطع مزيان، كتكون كتقطع زوينه كتهرس ما كيتهرس الشكلاط ما والو. هيا بعد قطعت هكا يا مرصويات كنقطع الشكل القياس اللي بغيت هكا ولا مربعات ولا هكا يا شكيله على مستطيل كيجي زوين بزاف. هيا كيجي نقطع، الاحسن يكون الموس هكا رقيق باش ما كيضيعهاش، هادي كيجيبها زويونه من التقطيعه. انا قطعت في الاول بالموس غليظ ما ساعدنيش التقطيعه، هذا كيجي ساهل. وكنتمنى اللي عاد يدخل القناه ديالي واللي عجبكم الفيديو دوش عليا بلايك واشتراك وكومونتير، وشكرا لكم بزاف على المتابعه. ها هي كي كمان ديرها هكايا كما هي كي كتجي، هادي هي الرخامة ديالي كتجي الصراحة زوينة بزاف وساهلة بدون فران بدون حتى شي حاجة. هي كي كتجي ناجحة 100%.
هادشي تبارك الله، راه نص كيلو ديال الكاوكاو وهاديك العلبة ديال البسكويت عطاتني هادشي، عطاتني زعما تبارك الله عطاتني حطات ليا كتر من هادشي. مازال كنصور تنكمل ونرجع ها هو الشكل النهائي ديالي بعد ما ساليت الخامة ديالي. كي جات كتجي زوينة بزاف وما كتاخدش الوقت بزاف، بلاصة تنوضي ديريها وتوجديها. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها، وشكرا لكم بزاف على المتابعة.